هدفنا يكون طريقهم رحلة آمنة على أرض التاريخ. اللي تابعناه قدامكم على الشاشة دي كانت مجموعة صور لاستعدادات وزارة الداخلية للحدث الرياضي الأكبر اللي هتستضيفه مصر، وهو بطولة كأس الأمم الإفريقية على الأراضي المصرية، وست استادات مختلفة في محافظات عدة من المحافظات المصرية. دائما الداخلية المصرية أجهزة الأمن بتقوم بالتأمين قبل وبعد الحدث وأثناء الحدث، وأيضا رفع درجة الاستعداد القصوى ورفع وعي المواطنين واليقظة من أي تصرفات أو أي سلوكيات قد تعكر صفو هذا الحدث الرياضي العالمي الهام. معي في الاستوديو سيادة اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية السابق، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك فندم. سيادة اللواء، وزارة الداخلية وجهودها في مثل هذه الأحداث، خلينا نقول الأحداث غير عادية، يعني بتبقى موسمية إلى حد كبير، لكن الكبر بتاعها عالميا بيستلزم الاستنفار الأمني الواضح. طبعا هذا حدث يعني يعتبر حدث كبير جدا، وخاصة إن هو جه في مرحلة جديدة تعيشها مصر، وهي مرحلة الانتقال إلى الحياة الجيدة، المناخ الجيد، في وجود قيادة سياسية واعية، وفي حالة أيضا يعني في تربص من دول كثيرة لمصر بشكل أو نمط معين يجعل أن احنا لابد أن نثبت للعالم أن مصر دولة مستقرة ودولة لها باع كبير جدا في القارة الأفريقية. وأيضا هذه البطولة لها رمزية لدى المصريين ككل، إن احنا بنقول دي فترة تعتبر انتقال إلى مرحلة الرخاء في مصر. احنا يمكن كنا نواجه أحيانا ببعض اللوم عندما كان يحدث في مصر عدم القدرة على دخول الجماهير إلى الملاعب المصرية، ونلام من بعض الدول إن احنا لا نستطيع أن نؤمن مثل هذه المباريات. النهاردة بنثبت للعالم كله إن شاء الله بإذن الله أن مصر قادرة أن تثبت لدى العالم بآلية جديدة، بطرق جديدة للتأمين، يمكن هتبقى أول مرة يمكن تظهر لدى العالم وليس فقط في هذه الدورة تعتبر محدودة داخل مصر، تبقى حاجة جديدة على مصر، لا لدى العالم كله. ويمكن وأنا هقول إزاي أن أنا إيه الجديد في النمط التأميني اللي هياخد شكل وهياخد مظهر جديد جدا يظهر فعلا قدرة المصريين على ان هم يعني يثبتوا قدرتهم على نشر ما هو جديد وما هو جيد لدى العالم كله. قدرة المصريين. Yes. قدرة المصريين دي كلمة شاملة جامعة للشعب المصري، مش بس لوزارة الداخلية او الأجهزة الأمنية. طبعا. وده واجب على الجميع. أكيد. أنا ببدأ دايما أقول إن الشعب المصري هو الأساس في عملية التأمين. النهاردة كان عندنا لما نيجي نتحدث عن تاريخ قديم، إحنا يمكن لو رجعنا بالذاكرة إلى 73، حرب العبور، حرب أكتوبر، حرب العزة والنصر، إحنا لم نتلقى في ذلك التوقيت أي بلاغ عن سرقة أو أي بلاغ عن تعدي في أقسام مصر كلها. كان الشعب المصري كله قال برجل واحد في هذه الموقعة. بعد كده حتى في بعض الأمور كان في مؤتمر اقتصادي في الثمانينات، كانت في سيولة مرية رهيبة جدا جدا، احنا كان هذا المؤتمر في منطقة الأهرام، يعني معمول في منطقة الأهرام، وكان محتاج ان احنا فعلا ان احنا عايزين، كان وفود كثيرة جدا، فلقينا ان الشعب يعني يعي تماما احتياج وان هذه السيولة تكون موجودة، فكان يتعاون مع الأمن ومع المرور ومع الشرطة بطريقة غير مسبوقة. أيضا لو احنا نلاحظ في 2011 في أعقاب الفجوة الأمنية اللي كانت موجودة، كنا نشاهد الشعب المصري يقوم بلجان شعبية بوعي جمعي مش مرتبط بتوجيهات، وكان يعي تماما أنه عليه دور، وهذه الأمور كان يستغرب لها يعني الجميع كيفية أن قام هذا الشعب المصري بتأمين نفسه
دون يعني توجيه من احد. يعني احنا بنذكر ان كل فرد من افراد الشعب المصري هو سفير لبلده، وسلوكه هو اللي هيكون طبعاً اشاره لهذه الرساله واستضافه مصر لهذا الحدث الهام للشعوب الافريقيه تحديدا. دور الاجهزه الامنيه بيبدا فيه اول ما تبدا اول قدم تطأ للمطارات المختلفه، سواء من المنتخبات او من سيحضروا هذه الفعاليه. خليني اعكس هذا السؤال بعد اذنك بالبدايه، هبدا بالنهايه ثم البدايه بعد اذنك. النهايه بالنسبه لنا المباريات في حد ذاتها، لنهايه المباريات وانصراف الجماهير وحضور الجماهير. تمام. انا النهارده لما اقول ان النهايه دي اهم شيء، ان في بطوله هتنتهي بشكل معين، لابد ان خلال هذه الرحله من اولها لاخرها ان هذه الثمره لا يعكرها اي شيء خلال الفترات الزمنيه التي تسبقها ثم حتى بعد مغادره الجماهير. اي شائبه خلال هذه الفتره تعتبر اشكاليه امنيه. عشان كده نقطة الارتكاز عندنا هي النقطة النهاية وليس البداية، وبالتالي جميع الإجراءات التي تتم في الأول لها علاقة بالنهاية. وعلشان كده الوفود التي تصل لها تأمين وارتكازات أمنية بشكل ما، وأيضا هذه الوفود والفرق لها أماكن إقامة، وهذه أماكن الإقامة لابد أنها تؤمن جيدا جدا، خطوط السير لهؤلاء الوفود وأيضا التعامل معهم وإمكانية حصولهم على أي معلومة خلال زيارتهم، تحركهم بالباصات أو الأتوبيسات في تأمين قوي جدا يعني لا تتخيليه، أيضا الأسلوب الخاص بمراقبة أو متابعة الطرق الجانبية لهذه الوفود أو هذه الفرق لابد تكون محطوطة في الاعتبار، دخول هذه الفرق إلى داخل المراعب أو الملاعب التي يقوم عليها بالتدريبات غير الملعب الرئيسي. كل هذه الأمور محطوطة في الحسبان. احنا بنحط في اعتبارنا مشاركة شركات معينة، وشركات الأمن، ودي لأول مرة تم يعني اتباعها داخل مصر، وده الجديد اللي نتحدث عنه. احنا يمكن أنا ذكرت من قبل إن حوالي 89% من ملاعب العالم أو مباريات العالم تتم عن تأمينها عن طريق شركات أمن، حتى كأس العالم بيتم تأمينه عن طريق شركات. يعني هيكون في شركات أمن، في شركة بتعاون، أكيد شركة الأفريقية وزارة الدخل. أولا الشركة الأفريقية للأمن والحراسة دي شركة كبيرة جدا واعدة، ودي هنستفيد منها أيضا في تأمين مباريات الدوري العام فيما بعد. هذه الشركة لها تأمين ما هو داخل المزمار وعملية التفتيش وعملية الرقابة للي موجودين، عدد كاميرات داخل الاستادات لا تتخيليه، غير مسبوق، ويمكن لو عملنا مقارنة بينه وبين أي استاد على مستوى العالم هيفوق هذه، وفي كنترول لهذه الكاميرات بحيث أن كل واحد موجود داخل الاستاد ده مراقب. الجديد اللي أنا أتحدث عنه ويمكن ده مش موجود، الاهتمام كمان واضح الحقيقة من القيادة السياسية السيد الرئيس طبعا، ويمكن ليه توجيهات إن هو يشوف كل توجيهات معينة والتنظيم والاستعدادات إزاي في استاد القاهرة أو حتى في استاد واتخذ بها عندما كان لها زيارة، وتكررت هذه الزيارة إلى الاستاد وقبليها إلى المنتخب في استاد الدفاع الجوي ثم استاد اللي أنا برضو بذكره علشان برضو تبقى عارفة سيادتك، عملية التذكرتي، شركة من الشركات هي تذكرتي، بحيث ان كل من يقوم بدخول هذا الاستاد ما ينفعش نحطش واحد بديل، يعني اللي هيبقى قاطع التذكرة اللي بياناته متعرف عليها على الحاسوب، وهذه البيانات كاملة لدرجة ان هو لو في خطأ في الاسم بتاع الوالدة يعتبر ما يقدرش يقطع التذكرة، يعني في حاجات اليات جديدة جدا بحيث ان كل اللي موجودين البيانات الشخصيه متوفره كامله، بل هو هذه البيانات بيتم اصلا دخولها على الحاسب الالي الخاص بالامن العام ومعرفه هذه الشخصيه. ما احنا بنتكلم على واقع موجود في العالم كله، بقت الدنيا مش عمليه كده سايبه. النهارده حتى عمليه المرور واختيار المرور في مسارات معينه، مسارات المرور وانا برضو هنا بنقول علشان برضو نوعي الشعب المصري ان لابد ان هو التعاون في هذا المجال،
مجال المرور لابد ان يعرف ان في طرق هيتم غلقها تماما وطرق هيتم فتحها وفي سيوله، لكن هنوجد طرق بديله. النهارده بنقول ان هذا التامين لا يعتمد فقط بيننا بين الشرطه والقوات المسلحه في تنسيق تام بينهما، ايضا المواطن المصري عليه دور كبير زي ما انا في بدايه حديثي قلت ان هو دوره في انه يساعد على اي حاجه غريبه ممكن تطرق عليه. انا بقول حاجه كمان علشان المواطن المصري يعيها كويس جدا، ليس معنى اطلاقا ان انا بيتم تامين الدوائر الضيقه بتاعه الملاعب او بتاعه الاماكن التي فيها مباريات فقط او 6 استادات، لا، جميع يعني ربوع مصر كلها في حالة استنفار قوية جدا طبعا. بطمن الناس جيدا ان حالة الاستنفار دي بتؤكد وعلامة بتؤكد ان مصر قادرة على التأمين، يعني محدش يقلق ان ممكن يكون حد بيشاور نفسه او عقله هذا الشيء. هذا الموضوع بالنسبة للأمن مغلق، في حرفية لدى الأمن، الأمن قادر على انه هو يعني يقوم بالأعمال الاستباقية والمعلومات التي تتوفر لديه تستطيع أن تغلق هذه المنافذ الخاصة بالفزعات التي تقال هنا أو هناك، وده اللي أنا بأكد عليه في جميع الاستحقاقات التي تمت في مصر خلال الأعوام السابقة. ثبت أن الأمن المصري قادر على السيطرة. يمكن عندنا كان افتتاح قناة السويس، المؤتمر الاقتصادي التي عقد مؤخرا، الاجتماعات الخاصة في شرم الشيخ أو في مناطق أخرى مثل لقاءات مؤتمر القمة العربية، هذه الأمور فيها شخصيات هامة جدا وفيها يعني تحركات كثيرة، ومع ذلك الأمن قادر على تأمين هذه الأمور. أيضا مرورنا بعملية وكانت التهديدات كانت يمكن عالية جدا في بعض الاستحقاقات مثل مثلا يعني الاستفتاء الانتخابات، ولكن قدرة الأمن المصري على احتواء هذه الأمور والتعاطي لهذه المواقف بالهدوء وبالحرفية يستطيع أن يسيطر تماما على هذه التهديدات أو ينفيها تماما، وإحنا قادرين بعون الله سبحانه وتعالى أن احنا نظهر. طيب، لا قدر الله في حالة وجود سلوك خارج عن القانون هيتم التعامل إزاي من أفراد الأمن، وشكل التواصل وسرعة الانتقال للمكان هتكون إزاي؟ أنا يمكن قلت لسيادتك في الأول أن في جديد، تمام، وهنا برضو بحب أنبه على جزئية، أن المواضيع بقاش فيها هزار، بجد بقاش فيها هزار، حتى بعض المواقع الإلكترونية التي تلوح ببعض، إحنا بنشوفها في يمكن في بعض شبكات التواصل، البعض من اللي هم يعني ينجرفوا في اتجاه الإخوان، احنا بننبه تنبيه بسيط جدا، هذه المواقع يعني متشافة كويس جدا وفي لحظات هيتم القبض على هؤلاء. احنا بنقول الكلام ده وانا مش من طبع ان انا ولا هول ولا هون، لكن انا اعلم تمام العلم ان في آلية معينة لضبط هؤلاء، فعشان كده احنا بننبه ان الموضوع بقاش فيه هزار. احنا بنقول مصر، معنى كلمة مصر معناها ان احنا كلنا لازم نتعاون على اظهار الوجه الجيد لمصر. النهاردة هذه البطولة تمثل بالنسبة لنا يعني نقطة فارقة، احنا بنثبت لدى العالم، وانا قبل كده يمكن في اكثر من لقاء كنت بقول ان هذه نقطة تحول جامدة جدا لمصر. العالم كله هيشاهد مصر في هذه البطولة. احيانا الناس لا تتخيل مدى تأثير مثل هذه الامور على وجدان العالم كله عندما يشاهد مصر بهذا الرونق الجميل. احنا شفنا السادات شكلها ايه، ويمكن هنشاهد الاكثر والاكثر خلال هذه البطولة. وايضا احنا بنقول كم الفرق المشاركة وكم الجماهير النهارده، يمكن اكثر النهارده بنقول ان الاعداد التي هتحضر هذه اللقاءات تفوق اي بطولة من البطولات التي انشئت في افريقيا باعداد تتجاوز يمكن 40% عن الاعداد السابقة. واحنا هنا برضو ده مظهر، ودي على فكرة شركات دعاية واعلان بتحاول بقدر الامكان تظهر بعض الدول او تسقط بعض الدول. هذا الموضوع يعتبر اعلام جيد جدا على مصر، وهذا الموضوع يثبت لدى العالم ان مصر هي درة الشرق الاوسط. وانا مش بقول الكلام ده، وبرضه هنثبت لدى العالم
ايضا لان انا متاكد من ده اللي انا بقوله، ان مصر واحد الامن والامان في الشرق الاوسط ككل. تستطيع تجولي في اي وقت من الاوقات خلال ال 24 ساعه في الوقت الحالي بمنتهى الاريحيه. حتى لمن يروج بعض الافكار السيئه للاسف الشديد ببعض مواقف في بعض المواقع ان مصر لا تحظى بالامن وفي مجاميع بتخطف اطفال والكلام ده، هذا غير موجود على الاطلاق. وعلشان كده انه بنقول ان هو اي حد هيخل بالامن او يفكر في اخلال بالامن في تصرف رادع وقوي جدا 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 مش بسيط. يمكن التعليمات التي صدرت من وزير الداخلية للقوات كلها التعامل بالحسنى، لكن في امور او في خط مش ممكن حد يتجاوزه. في اريا معمولة في خلال التأمين اللي هي الريد اريا اللي يتجاوزها اذا ده راح يعمل اي عمل مش منطقي او مش نظامي. وزارة الداخلية بتهيب الجميع الالتزام بتعليمات رجال الامن اكيد، واحنا واكيد ما هو طبعا في تعليمات تبقى صادره، ايضا في امور علشان تبقي سيادتك عارفه وبرضه الساده المشاهدين متاكدين ان احنا بندي رساله نكون او لا نكون. فالامن النهارده قادر على انه بعدين دي عمليه رواج اقتصادي ورواج للاسواق المصريه وتنشيط احنا النهارده يعني ابعادها كثيره ليس فقط في مجرد حدث رياضي. كاس العالم عندما تحدث في دوله من الدول العائد الغير منظور والغير الاقتصادي الواضح الغير منظور يعني في خير للجميع طبعا طبعا. والنهارده عشان كده البعض يتربص لمصر بشكل غريب جدا. احنا ده لو تركنا العنان لبعض الدول زي تركيا وزي قطر، ده انا بفاجئ ببعض يعني التصريحات اللي تصدر هنا او هناك لا يمكن ان تصدر من رجل عاقل او من دوله عاقله. لما اشوف بعض المنابر زي منبر زي الجزيره عندما تحدث بطريقه فجه جدا كانه هو يعني واصي على الوطن هي العربي، هي تكشفت الوجوه القبيحة وعلى شكل واضح للجميع الذي لا يعي ان هذه الامور بتجيب نتيجه عكسيه ليهم. يعني احنا المواطن المصري له شفره صعب جدا ان حد يفكها، وبالتالي هم مش عارفين يتعاملوا ازاي. الشعب المصري عاطفي جدا، فعندما يشعر ان في هجمه على مصر كله بيتكاتب ضد هذه الهجمه. وعشان كده بنقول ان احنا شبه متاكدين ان هذا الامر هيمر ان شاء الله باذن الله على افضل مما اي حد يتخيل، لان مصر اولا حافظها الله سبحانه وتعالى، ثانيا فيها رجال يعشقون تراب هذا الارض. فمش هن يعني مش هن مش هنتهاون او مش هتهاونوا ابنائنا من الضباط ولا الافراد في الحفاظ على هذا الامن. النهارده بقول لك اعداد يمكن مشاركه في هذا التامين ارقام يعني تخوض تقريبي فندم. والله انا عارف ان في معظم الاستادات ومجموعها لا تقل باي حال من الاحوال عن 30,000. ارقام دي على فكره يعتبر ارقام قويه جدا، وخاصه ان احنا لو احنا قلنا مثلا شركات الامن اللي موجوده للتامين تعدادها يصل لحوالي 5-6,000 فرد. الاعداد دي كبيره جدا، ومع ذلك هي متوزعه بطريقه جيده على الاستادات الموجوده، على الامور، حتى في تنظيم المرور، حتى في متابعه اللي داخلين. يعني اللي هيخش هيتفتش تفتيش مضبوط وفي اجهزه للكشف. ودي نقطه مهمه برضه للي حاضر ان هو يبقى خاضع للتعليمات الخاصه بالتفتيش لانها سلامته وسلامه غيره. عايزين ننبه على حاجه برضه، اللي هو جاي الاستاد لو حتى نسي وجاب معاه حاجه غلط يبقى خلي باله، لان هو مش يعني مجرد ايه الممنوعات؟ اي اسلحه مثلا زي سكينه، مطوه، اي حاجه من هذا الشكل. اي ادوات او اي حاجه او استخدام العاب ناريه يعني زي شماريخ. وعلى فكره مش مجرد ان هو هيتاخد منه، ده هو هيتاخد منه ويتاخد هو كمان. يعني انا مش بقول ان انا هسحب منه دي. هل في منشور بتعليمات واضحة للدخول ما يؤخذ وما لا يؤخذ؟ الإعلام ابتدى يشرح هذا الأمر، وشفناه في أكثر من قناة بيشرحوا إن بيتم التفتيش إزاي. يعني هو اللي بيخش الأول ده هو بيتعرف الباركود بتاع التذكرة بتاعته، وهذا الشخص هو الذي يحمل هذه التذكرة، هو ولا حد تاني، ده نمرة واحد. وبعدين يخش على حد آخر
يبتدي يتعامل معاه على انه بيخش الباركود على الشاشه، فبيظهر ان الباركود ده كويس مظبوط ولا لا. وبعدين يخش على البوابه الالكترونيه، وبعدين يفتش ذاتي. كل الكلام ده بخطوات بمتطوعين يقوموا بهذا الفعل مع متابعه، وكل ده متصور بكود معين على كاميرات علشان خاطر يرفع. واللي هو بيبقى مخالف هذه الامور بيتاخد. واحنا برضو بننبه اللي رايح ده يبقى عارف ان هو بيعمل ايه. يعني هي العمليه مش ماشيه زي الامور الاول، مش عشوائيه، واللي واحد كل واحد متواجد قبلها بوقت كافي عشان ما يبقاش فيه نوع من التوتر محددين بالنسبه للداخل. لو افترضنا هو هيبقى فيه توقيتات، لكن حتى لو افترضنا ان خلاص العمليه بقت سموز، يعني معروف من دخول من انهي بوابه، بيخش على كرسي على طول، بعرف بارقام مسجله، معروف ان مين الفلان اللي موجود في الحته دي. حتى كاميرات الرصد بيبقى ليها كود معين، تبقى عارفه المجاميع اللي موجوده بالاسماء بتاعتهم بناء على التطبيق اللي موجود. دي تطبيقات موجوده، وده الحديث اللي احنا بنتكلم عليه اللي لم يطبق من قبل يعني في اي مباريات في افريقيا او حتى يمكن في بعض الدول المتقدمه. ايضا ان احنا بنقول ان لو في دلوقتي يعني اسعاف يشمل جميع التقسيمات اللي موجوده، يعني في عيادات طبيه داخل الاستادات وداخل للجمهور وليس فقط للعيبه او الفرق اللي موجوده. الامور كلها محسوبه بدقه، في دقه متناهيه، حتى التامين الخارجي. مش معنى كده برضو بوجه معنى، مش معنى ان شركه الامن لها انها تامن داخل ان ليس لها علاقه، لا، القوات موجوده، استدعاها هيكون في خلال ثواني تكون متواجده القوات. في تامين غير منظور لدى هذه الاستادات جيد جدا. انا بقول ان دي تجربه جيده جدا لتثبت لدى العالم ان مصر هي فعلا ام الدنيا. والكلام ده مش بقوله من عندياتي، لكن ده واقع هو اللي موجود، وان شاء الله باذن الله الايام تثبت ذلك. الترتيب يكون يليق بالمكانه المصريه والشعب المصري، واللي هيثبت دايما بسلوكياته ان هو جدير بهذه الثقه وهذه المكانه. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر سياده اللواء اشرف امين مساعد وزير الداخليه السابق. شكرا. اهلا بك. اشكركم على المتابعه. انتهت حلقه اليوم في من القاهره، لكن صحافه الغد في طبعاتها الاولى مع زميلي احمد نجيب بعد لحظات.